الخير. صباح النور. شو الأخبار؟ شايفكم وكأن على رؤوسكم الطير. سلامتك، ما في شيء. الله يسلمك. وصل المدير العام يا ترى؟ هلا ما عاد عندنا لا شغله ولا عمله بهالمكتب غير انه نراقب المدير العام اذا وصل ولا لا. قلت صحيح ذكرتوني، اسمحوا لنا كل واحد 200 ليره. يلا يا انسه، يلا افتحي شنطتك وحطي بكفي اللي فيه النصيب. يا فتاح يا رزاق، ولشو بدك ال 200 ليره من عند هالصبح؟ والله ما بتعرفي لشو؟ لا والله ما بعرف. يا ستي بدنا نزين وعم لمحق زينه من الموظفين. شو هالحكي؟ ومن امتى كانت الزينه على حساب الموظفين؟ معلش يا انسه سعاد، انت لساتك جديده عنا بالقسم وما بتعرفي الاصول. شلون ما بعرف الاصول بقى؟ فهمني لحتى افهم. يلي بقصده حرام اذا طلعت المبادره منا شي مره، حرام. معلش استاذ حسام، بادر لحالك، نحن ما عندنا استعداد للمبادره، اللي فينا بكفينا. طبعا مو ناقصنا مصاريف زياده. اخي انت ما بدك تبادر تصطفي، لا تحكي عن غيرك. يلا يا جماعه مين بده يدفع؟ انا دفعت 200 ليره اول واحد. طيب ما بدنا نفهم شو مناسبه الزينه؟ على حد علمي ما في ولا مناسبه. هلا شلون ما في ولا مناسبه بقى يا سيدي؟ لمعلوماتك في مناسبه مهمه كتير. اذا قصدك على عيد الانتاج، نحن احتفلنا وخلصنا. واذا قصدك يوم التضامن مع الموظف، فهاليوم صار له مارق عليه 20 يوم. لا لا انسة سعاد، لا هاد ولا هاد، في مناسبة مهمة كتير غايبة عن بالكم، بس إذا بتريدوا أنا بذكركم. شو هي؟ أمه لسيد المدير العام. شو بها أمه؟ ماتت؟ لا لا تفهم تمك، الله لا يقدر، ليش هيك عم تفوقي عليها مخلوقات؟ لكن شو بها أمه للمدير العام؟ يا ستي بدك توصل من الحج بعد كم يوم، وكتير بتكون بادرة حلوة ولطيفة من موظفين الشركة إذا عملنا لها استقبالي ليك فيها وزينا مدخل هالبيت بشوية سرو وأضوية وسجاد ولافتات ترحيب. بادرة حلوة كتير. لك أخي أنت منين بتخترع لنا هالأفلام؟ هلا صار الحق علي، يعني عم حاول اقتنص لكم الفرصة لتبيضوا وش قدام المدير العام. دخيلك شو صاحب واجب؟ أخي ما بدنا نبيض وشنا، تركنا هالشغلة إلك. يعني ما بدكم تساهموا بحق الزينة؟ أنا بالنسبة لي ما بدي ساهم. وأنا كمان سيدي. وأنا من جهتي ممكن أتنازل عن 25 ليرة، بس مو أكثر. 25 ليرة؟ هلا هذا اللي طلع من خاطرك؟ والله هذا الموجود. بسيطة، تصرف له، في موظفين غيركم مستعدين يدفعوا. على شو كحتيت؟ على إذنكم. العمى على حالي، إنه الله منين بلانا بهيك موظف؟ أنا ماني. روح قلبه تبيض الوجه لتمسيح الجوخ. فعلا، يعني اذا تزوج ابن المدير العام بده يلم له مصاري لحتى يبعث له بوكي وقت، واذا مات حدا من قرايبين المدير العام او الوزير بده يجرجرنا لاخر ما عمر الله لحتى نطلع نعزي فيه. بس انا في شغله وحده محيرتني. وشو هي الشغله؟ احسان صار له موظف 20 سنه وبين 20 سنه قضاها كولكه ولقلقه وتمسيح جوخ، ورغم هيك ما استفاد شيء، ولساته بمطرحه تيتي تيتي مثل ما رحت مثل ما جيتي. ايه طبعا لانه الكاشفينه، وهيك واحد مكشوف ما بيلزمه. ايه والله مزبوط، لك يلعن ابو اللقلق شو بتساوي؟ بشع ما. تفضلي. يسلموا هالايدين. خمير. شو كنا عم نحكي؟ ايه بتصدقي بالله؟ اقسم بالله العظيم ابخل وانشح واكحت من هيك موظفين، لا شفت ولا عيني رايت. لك رحمه بقلبهم، لك مشان شويه زينه واغصان صاروا لام المدير العام ما رضيوا يدفعوا، ما رضيوا. اتفو اتفو. هلا اتركنا من ام المدير العام وخلينا نحكي بالمهم. ليش في اهم من ام المدير العام؟ ايه طبعا في. مين يعني؟ بنتنا يارا. ليش بها يارا؟ كمان بدها تروح الحج؟ ولك شبك احسان؟ ركز معي شوي. بنتك يارا جايها خطابين. شو هالحكي؟ خطابين يارا؟ من كل عقلك عم تحكي انتي؟ يوه لكن من نصه. ايه بس البنت لساتها صغيرة، عم تدرس يعني؟ ايه لا سيدي، بنتها 16 سنة مو صغيرة. بعدين وينك لا تروح لبعيد،
هاي انت تجوزتني وانا بنت 16 سنة مو 19. صحيح ما بقلك لا، بس زماننا غير هالزمن هاد، وبصراحة انا مستحيل خطب يارا قبل ما تخلص دراسة، يعني قبل ما يصير عمرها على الاقل 23 سنة. بقى لا تفكري لي بهالموضوع اطلاقا الله يرضى عليكي. هلا انت ما بدك تسأل عن اسم العريس قبل ما تقطع وتلحوش؟ ما بهمني مين ما كان العريس، وان شاء الله يكون ابن اكريبوز، انا مستحيل وافق ريما. حتى لو كان ابن مصلح مطلق مدير الهيئة العامة للمصالح الكبرى. مي؟ ابن مي؟ ابن مصلح مطلق شبنا. عن جد عم تحكي؟ يو لكن عن مزح. والله العظيم. الله يصلحك يا ريما، احكي هيك من الاول ولا تخليني خبز بالفصة. شو يعني موافق؟ لك لك الثاني. طبعا موافق، بدها الثاني يحكوا فيها يعني. وينك ريما؟ الله يرضى عليك، يردي لهم خبر بسرعة انه نحن موافقين وبيحصلنا الشرف، منتشرف فيهم نحن. يو لك شو عم تحكي انت؟ هيك من دون ما نسأل عن الشاب؟ ولك شو جنيتي انت؟ جنيتي ما احلانا ونحن عم نسأل عن ابن مصلح مطلق. اخ يا سلام عليك يا يارا، احلى هيك صيدي. انه شلون تعرفت على هالشاب الاكابري ما بعرف. على كل حال ريما، طول عمري انا بقول انه هالبنت طالعة لابوها. بتعرفي اذا زبطت الامور وصاهرنا مصلح مطلق بتكون طاقة القدر انفتحت لنا. يا سلام، ولك هي الفرصة اللي كنت احلم فيها كل عمري، هي هي بذاتها، لا راحت ولا اجيت. شو عم تقول؟ فرصة؟ طبعا قسما بالله اليارا مو قليلة ابدا. برافو عليكي والف برافو يا يارا. هلا معقولة مصلح مطلق يصاهر احسن؟ شو وقعوا هالبعض؟ ايه وقع مشي حاله، والكتاب يا انسي سعاد بعد 3 ايام. الله يعيننا على هالشغلة، ابن غير شيء احسن روح قلبه الانزع والمطبخة وشوفت الحال. فعلا هو من دون مصلح مطلق ما كان عم يتهدأ، شلون هلا اذا بده يصير عن بنته؟ قلتك ممكن مصلح مطلق يدعموا عندهم بالمؤسسة ويسلموا شيء منصب. ايه ليش لا؟ وبكره بتشوفوا. بس ما يحطوا مدير علينا؟ ايه ما بظن احسان يقبل بهيك شغلة، لانه طموحاته اكبر من هيك بكتير. كمان؟ يا حبيبي هذا اللي كان نايس. اهلين بالنسيب الحبيب. تحياتي وسهلا. اهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يعزك يا سيدي. اتفضل ارتاح. الله يسلمك. العفو منك يا سيدي. كيف صحة؟ والله تمام تمام سيدنا، ماشي الحال الحمد لله، يعني بنشكر الله وبنحمده دائما وابدا. انا مشتاق لك كثير. الله يسلمك، يشارك العافية. شو بتحب تشرب؟ لا لا معلش مصلح بيك. العفو منك، يعني شو جاي نجربك نحن هلا ولو يخليني اياك؟ هيك بزعل منك. اثنين شاي يا ابني. ايه اللي هو مصلح بيك، انا مرة عطلكم واخذ من وقتكم كثير، بس الحقيقه انا حابب هيك اطلب منك يعني خدمه صغيره لو تكرمت. تفضل ولو عم بسمعك. يا سيدي انا سبق وحكيت لك عن وضعي الوظيفي وشرحت لك قديش انا مظلوم لاني ما اخذت فرصه حقيقيه مشان اقدر اثبت فيها نفسي وكفاءتي وموجوديتي. هو اولا واخيرا يا استاذ احسان انت رجل والسبع تنعام منك، وانت فعلا بتستاهل كل خير، وانا رح ساعدك قدر امكانيتي. انت شوف المنصب يلي بتلاقي فرصتك فيه وترك الباقي علي. هو الموقع موجود مصلح بيك. وين هذا الموقع؟ مولانا مدير العلاقات العامة بالمؤسسة تبعنا عطاك عمره الله يرحمه بحادث سيارة من حوالي اسبوعين، والموقع لحد هلا شاغر. بقى بركي هيك يعني بمعيتكم بتحكولنا مع حدا من شان. ولا يهمك استاذ، اترك هالموضوع علي وما بتكون الا رضيان، يعني منين بدهم يلاقوا مدير علاقات افضل منك؟ الله يجبر بخاطرك مصلح بيك. الو مرحبا مولانا، كيف الصحة؟ الله يخلي لي اياك يا رب. شكرا شكرا كثير لك مولانا. في لي طلب بسيط عندك. في نسيبي بيشتغل بمصلحة المصالح العامة وبدنا نعينه مدير العلاقات العامة لأنه المحل شاغر. الله يكرمك يا مولانا. نعم معه شهادة جامعية ومستوفي كل الشروط. ومن جهة تانية مولانا هو رجل نشيط وطموح وبغار على المصلحة العامة. عمره قديش عمرك بالضبط؟ 50 سنة وشهرين سيدي. 50 سنة مولانا؟ لا شو هالحكي. طيب طيب مولانا
شكرا كثير لك، يعطيك العافية. خير مصلح بيك. الحقيقة الأمور كانت ماشية تمام، بس شرط السن ما زبط. عفوا، شلون يعني ما زبط؟ عم بيقولوا إنه التوجه هلأ بدهم يعطوا فرص للكوادر الشابة باستلام المراكز المهمة بمؤسسات البلد، وهذا المنصب تحديدا بدهم يعطوه لواحد ما بيتجاوز سنه 45. لا حول ولا قوة إلا بالله. العمى على الحظ، يعني لو كنت أصغر بخمس سنين كنت حصلت على المنصب، مو هيك مصلح بيك؟ طبعا بكل تأكيد. أصبح خلاص معناها بتتدبر. تتدبر؟ وشلون بدها تتدبر؟ ولا يهمك مصلح بيك، أنا رح أدبر هالقصة بمعرفتي، بس يعني إذا ممكن خليهم يتريسوا شوي وما يعينوا حدا بالعلاقات العامة، هيك رح تدبر حالي. طيب ما اختلفنا، أنا رح خليهم يتريسوا، بس كيف بدك تدبر حالك؟ ولا يهمك سيدي، بسيطة بسيطة. يلا بإذنكم. وين ما بدك تشرب شاي؟ يا سيدي مشروب، خلي لي إياك. شو يلا السلام عليكم. ولا يهمك أستاذ حسان، تتدبر، ما في شيء بهالبلد ما بيصير. يعني ممكن صغر حالي خمس سنين؟ إيه ممكن، ليش مو ممكن؟ بس بصراحة يعني الشغلة بدها تكلفك شوي. من هالناحية ولا يهمك أستاذ، قد ما كلفت أنا مستعد أدفع. عظيم كثير. أصبح قلي، أنت عندك أخوات أصغر منك شيء؟ لا أبداً، أنا وحيد لأهلي. ممتاز كثير، هذا الموضوع رح يسهل علينا المهمة كثير. ما فهمت عليك، شو الإجراءات اللي بدنا نعملها؟ أول شيء بدنا ندبر شاهدين يشهدوا قدام المختار أنه أنت كان لك أخ أكبر منك بخمس سنين ومات، وأبوك ما وفى بالسجلات، يعني قيدك هلأ هو قيد أخوك المتوفي قبل ما تخلق بخمس سنين. حلو كتير، بس منين بدنا ندبر الشهود؟ هلأ الشهود لا تركها لهمون، أنا بدبرون، بس كل شيء بحسابه. أستاذ ولا يهمك من هالناحية، اطمن. وبعد هالإجراء هاد بدنا نرفع دعوة على الوالد. معقول ارفع دعوة على أبي؟ لا تنوهم، الدعوة شكلية وبتموت بالتقادم، يعني إجراء شكلي لا بيقدم ولا بيأخر، بس الوالد لازم يكون عنده علم بالموضوع لحتى ما يتفاجأ ويتصرف شي تصرف ينزعنا الطبخة. ماشي الحال، مو مشكلة، بس شو المطلوب مني هلأ قبل كل شي؟ أول شي بدك تعمل لي وكالة، وبدي يعني عدم مؤاخذة 10,000 ليرة دفع على الحساب، وبتروح عند الوالد بتفهم الموضوع مشان نمشي بالمعاملة. ايه ما في مانع، اتكلنا على الله. لا إله، بسم الله الرحمن الرحيم. شرف أستاذ. ايه والله يسلم وليدي. السلام عليكم. أهلين أهلين، أهلا وسهلا. ولك يا ابني شو عم بتقول؟ بدك ترفع دعوة قضائية ضدي؟ بابا فهمني أرجوك، هالإجراء شكلي بحت. ولك يا ابني أنا بعمري ما فتت على محكمة، بقى بدك يعني بآخر عمري اتجرجر على المحاكم؟ شو هالاستفادة اللي استفقتني فيها يا ابني؟ طول بالك بابا طول بالك، ليشك عصبت؟ أنا اتفقت مع المحامي وهو قال لي إنه هالدعوة شكلية، يعني بتموت بالتقادم، بتروح بتموت. وإذا ما ماتت بالتقادم؟ ما بيصير يا أبي، ما بيصير، الشغلة مضمونة وقانونية 100%. بعدين بترجاك بابا، هاك بوس إيدك، لا توقف بوش مستقبلي، لأنه أنا متى ما صغرت حالي خمس سنين رح أسلم مدير عام علاقات عامة، يعني عز وجاه وسيارة وبنزين وكله على حساب الدولة. ليش فكرك قليلة لما بصير ابنك مسؤول وبتشوف حالك فيه قدام الناس كلها؟ ومين قال لك بدي شوف حالي قدام الناس؟ أنا رجال بآخر عمري وعلى حافة قبري، وما بدي غير حسن الختام، بقى ما في داعي شرشح أبوك بآخر عمره. بإذن الله ما بصير شرشحة. خلاص بابا، أنت اطمن وحط إيديك ورجليك بمي باردة. بعدين المحامي اللي ماسك لي القضية يعني بلوى وحجة بالمرور عبر صخرات القوانين. عمل لك شغلة كبيرة كتير بابا، وإذا الله راد ما رح خليك تنهان أبدا، ولو بقى هدي لي أعصابك وروق لي دمك ولا تخاف. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يا ابني ما بعرف شو بدي إلك. بابا لا تقول شيء، خلاص أنا من بكرة رح انزل على القصر العدلي وارفع دعوة ضدك، والله يقدمنا يلي فيه الخير، بس أنت ادعينا بابا. هات إيدك للمساس. الله يوفقك يا ابني. خلي لي إياك. الله يوفقك. السلام عليكم. مع السلامة. اتفضل استاذ، وهي حكم قضائي بتصغير عمري خمس سنين، فياريت تعطوني اخراج قيد جديد بناء على هالحكم. ايه تكرم عينك، راجعني بعد 15 يوم. لا تقول يا استاذ، ليش بعد 15 يوم؟
لأنه لازم أرفع الحكم للجهات المختصة. بتصدق بياخذ الصفة القطعية وبعدين بنعدل لك نفوسك بناء عليه. بس يا أستاذ كتير 15 يوم والله كتير، بتطير الوظيفة من إيدي بعدين. الوظيفة؟ طيب ماشي ماشي خلاص مراجعك بعدين. تفضل أستاذ حسن. لوين لوين؟ خلاص خلاص هلا تفضل 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 معي تفضل معي بالإذن. شي يا أستاذ حسن خلاص لا تطوش، أنا خلال 4-5 أيام بالكثير بصدق لك رح كون طالع لك إخراج قد جديد ولا تنكل هم. أكيد لك طبعا أكيد، ولو بس الشغلة بدها تكلفك. ها بقى أنت روح هلا على بيتك واتكل على الله وراجعني بعد 4 أيام. يا عين عليك يا أستاذ، يعني ما بعرف شو كنت بدي أعمل بحالي لولاك يا أخي. يا هيك المحامين يا بلا. لك لحتى تعرف عمين عم تتعامل أنت، اتكل على الله هلا وأنا راجع لجوا أتفاهم معه. روح يا أستاذ، إلهي ياخذ بيدك وينصرك. يلا إلهي يوفقك يا رب، إن شاء الله تزبط معك إن شاء الله. تفضل مصلح بيك، هي اخراج قيد جديد بيثبت انه عمري 45 سنة مو 50. يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. بس ما بعرف شو بدي اقول لك يا حبيبي، بصراحة تأخرت علينا شوي. شلون يعني؟ ما فهمت. لأنه الوظيفة طارئة، واليوم طلع قرار بتعيين مدير جديد للعلاقات العامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، العم على هالحصل مزفيت. مصلح بيك دخلي لك دبرني، صدقني تكلفت أكثر من 20,000 ليرة على هالشغلة هي. خلاص ولا يهمك، أنا رح دبرك بشغلة أحسن. هلأ في بعثة على اليابان وأنا رح أدحش لك اسمك بهالبعثة، وبيني وبينك بهالبعثة رح يطلع لك بين 300,000 و400,000 بشهر زمان. هاي غير شمة الهواء بقى، شو رأيك؟ ولو ما بدي وافق إيدي بسنارة، ادحشني بالبعثة فورا. بس في إجراء صغير لازم تعمله قبل ما رشحك على هالبعثة. وشو هو هالإجراء مصلح بيك؟ بدك ترجع تكبر حالك من جديد، لأنه شرط الاشتراك بالبعثة إنه الواحد لازم يكون عمره فوق 50 سنة. شو هالحكي؟ هذا الشرط. طيب مو مشكلة مصلح بيك، راح أرجع كبر حالي عن إذنك سيدي. وين رايح؟ عود شرب شاي. ما حالي شي مصلح بيك، مو بيناتنا، بدي رح أروح لعند المحامي هلأ بيسكر. عن إذنك عن إذنك. ولا يهمك أستاذ، بتصير كل شي بهالبلد بيصير، بس طبعا كله بحسابه. مو مشكلة أستاذ، بس شلون بده تصير؟ يا سيدي بنرفع دعوة جديدة وبنطعم بشهادة الشهود وبنطالع ورقة مختار جديدة. أنت لا تكلم شيء، المهم هلأ روح لعند الوالد وفهمه أنه رح نضطر نرفع عليه دعوة جديدة. وإذا ما قبل؟ ليش لحتى ما يقبل؟ تقنعه أنت. خلص روح هلأ حاول. طيب ماشي حال أستاذ. أهلا وسهلا. ولا شو هاد؟ بدك ترفع دعوة تانية ضدي؟ طول بالك يا بي، ليش ضجت؟ طول بالك روق دمك. صدقني كل هالدعوة حبر على ورق ما لها قيمة، يعني شكلية بتسقط بالتقادم، هيك قال لي المحامي. ولا تضرب انت المحامي، روح ما خليك روح. طول بالك يا بي طول بالك، الله خليني اياك. عملك الدعوة بتسقط بالتقادم. ولك روح بقى، ان شاء الله بتسقط كبير ما له قرار. روح ولك روح عني. طيب يا بي طيب ما خلينا اياك. هل بتسقط أهل؟ اتفضل مصلح بيك، هي حكم قطعي ومصدق بتكبيري 6 سنين، وهي إخراج قيد جديد بيثبت إنه عمري 51 سنة وشهرين. يعني هيك جماعة البعثة ما عاد لهم حجة أبدا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. بس ما بعرف شو بدي أقول لك يا أستاذ حسان. خير سيدي في شيء؟ للأسف الشديد البعثة التغيت. شو عم تحكي مصلح بيك؟ التغيت؟ هذا اللي صار، وبصراحة ما بعرف ليش هيك حظك. دخيلك مصلح بيك، أنا صرت متكلف أكثر من 40,000 ليرة على التصغير والتكبير. خلاص ولا يهمك، إلا ما دبر لك شي وظيفة مرتبة، بس مهلني كام يوم. ولا إلا روح أنت بمعرفتك دور على شي شاغل مرتب وقلي عليه، واترك الباقي علي. ماشي الحال ماشي الحال مصلح بيك، رح أدور بإذنك. شو إحسان؟ لأمتى رح تضل أخذ إجازة؟ لحتى يفرجها رب العباد. يفرجها رب العباد؟ كيف يعني؟ يعني بصراحة ما عاد إلي عين أرجع داوم بمحلي بعد ما طلعت على حالي إشاعة أني رح أستلم منصب مهم بالدولة. يعني ما بدي صير مضحكة قدام رفقاتي بالوظيفة. طيب وإذا ما زبطت؟ رح تضل هيك قاعد بخلقتي ليل نهار؟ ولا يهمك إلا ما تزبط، وطالما مصلح مطلق وراي إيه بدها تزبط إجباري. بس لقيتها، هي الوظيفة اللي بتناسبني. شو لقيت؟
بعدين بقول لك. انا رايح. استنى لافهم منك لوين رايح. لعند مصلح بيك قبل ما ينزل من مكتبه. يلا عن اذنك. المشكله يا احسان انه هالمنصب مستحيل يزبط عليك. ليش مستحيل؟ اذا بدهم تحت الخمسين انا جاهز، واذا بدهم فوق الخمسين كمان انا جاهز. المشكله مو مشكله عمر. لكن مشكلة شو؟ لانه المطلوب مواصفات خاصه مستحيل تنطبق عليك. ما فهمت مصلح بيك. شلون يعني؟ يعني بصراحه هالمنصب بده وحده ست. ست؟ ايه ايه ست. مرة يعني. والله يا مصلح بيك مشكلة حقيقية. يا ترى قديش بتكلف إجراءات التغيير؟